ايضا له سؤال اخير يقول كم من الزمن تبيح الشريعة الاسلامية للرجل ان يغيب عن زوجته ويقصد الجماع في ذلك، ليس علما بان بعض الرجال يغيبون عن زوجاتهم طلبا للرزق خارج اوطانهم. لا نعرف الشريعة حد محدودا في الغيبة، ولكن قرآن الله عنه محددا في ستة اشهر حين تبقى في الغيبة، ولكن قرآن هذا او لا واحرم، وإن هذا أكثر يعني طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. شكرا لسماحة الشيخ عبد الحميد.